مشاورات سياسية مكثفة للرئيس الجزائري مع الأحزاب السياسية والبرلمان بات قاب قوسين أو أدنى من حله. جبهة المستقبل كشفت عن رغبة تبون في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة يسبقهما تعديل وزاري شامل وواسع. حل البرلمان أصبح أمرا وشيكا، فنعتقد أننا يجب في إطار جزائر جديدة أن نذهب إلى مؤسسات جديدة منتخبة انتخابا شرعيا، ومن ثم نحن ما نسعى إليه. الرئيس تبون يبحث أيضا مع قيادات أحزاب سياسية مخارج لأزمات متعددة أضحت تعيشها البلاد. هذه مرحلة مهمة لتدخل في إطار حوار سياسي. تكلمنا بطبيعة الحال حول الانتخابات التشريعية. النواب أكدوا عدم استلامهم حتى الساعة لأي قرار رسمي بحل المجلس، في حين أثير جدل حول إمكانية حل البرلمان قبل المصادقة على قانون الانتخابات الجديد. نتوقع أن رئيس الجمهورية لا يحيل المشروع التمهيدي للقانون العضوي على البرلمان، بل يصدره بأمر وفقا لصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور. الشارع بدوره يبقى منقسما بين مؤيد لحل البرلمان ومطالب بضمانات تسبق أي انتخابات. خروج الشعب في حراك 22 فبراير كان من بين ما يطلبه حل البرلمان. أنا برلمان هذا ما يهمنيش، بيسك من نهار جات بون ما شفنا ولو. وفي انتظار الكشف عن الوثيقة النهائية لقانون الانتخابات الجديد، أطلقت أحزاب نداءات للتعجيل في اتخاذ تدابير سياسية تهدف إلى إعادة الثقة للجزائريين في العمل السياسي. حتى وإن اختلف الجزائريون حول قدرة برنامج الرئيس عبد المجيد تبون في تجسيد الإصلاحات السياسية التي طالب بها الحراك الشعبي، إلى أنهم يتفقون على ضرورة تجديد مجالس تشريعية ومحلية موروثة عن العهد السابق. فريد رشدي، العربية، الجزائر.